ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنشتغل مع بعض المهام الأدائية اللي احنا هنمتحن فيها الأسبوع اللي جاي. أول حاجة طبعا سنة رابعة ما تنساش ان انت لازم تكتب اسمك كامل وبتكتب الكلاس أو الفصل بتاعك في بداية المهام قبل ما تبدأ تحل خالص. تعالى كده نشوف أول مهمة. You'll write a paragraph of 80 words using the following guiding elements on. يعني اكتب باراجراف من 18 كلمة مستخدم الكلمات اللي هتساعدنا دي سنة رابعة. أول باراجراف عندي بيتكلم عن your room. Your room يعني غرفتك. أعطيني كلمات هتساعدني زي كلمة like, color, bed, clean, happy. طيب ممكن اكتب ايه عن غرفتي؟ ممكن ابدا اول حاجه اقول ان انا بحب الغرفه بتاعتي. ممكن اقول I like او I love my room او my bedroom، وابدا اوصف الغرفه بتاعتي كبيره صغيره بتحتوي على ايه. زي ممكن اقول مثلا I have a big bed in my room، انا عندي سرير كبير في الغرفه. I have a cupboard، عندي دولاب. I clean it every day، بنضفه يوميا. ابدا اقول ايه الحاجات اللي انا بعملها في غرفتي. زي مثلا I study in my room، ممكن اقول I play computer games in my room، ممكن اقول I like reading in my room. ممكن كمان اقول انا برتاح في الغرفه بتاعتي، يعني اقول I can relax in it. طبعا مش شرط ان احنا نكتب عن البيد روم يا سنه رابعه، اللي عايز يكتب عن الليفنج روم تمام، دايننج روم اوكي، اي حاجه ممكن تكتب عنها اوكي هتبقى صح. طب هو بيقولي كمان ان انا ممكن اقول استخدم happy، فاقول ان انا مبسوط بالحجره بتاعتي او بحب ان انا مبسوطه ان انا بقعد فيها، يبقى I am happy with my room. تاني حاجه عندي بيقولي اتكلم عن a family album، يعني البوم عائلي. طيب السؤال بيقولي you want to make a family album of you and your family members، انت عايز تعمل البوم عائلي عنك وعن اعضاء عائلتك. write about، اكتب عن. هنكتب عن ايه سنه رابعه؟ هنكتب عن the people in your family، grandpa، grandma، father، mother، sister، brothers، aunts، cousins إلى آخره. طبعا كل أفراد العائلة بتاعتي. draw your family tree with you in the middle. مطلوب منك كمان أنت هترسم بشكل بسيط جدا برسم تخطيطي شجرة العيلة بتاعتك وأنت في المنتصف، يعني هرسم حاجة بتدل على أفراد العيلة، الجد، الجدة، الأب، الأم، الإخوات، ممكن أحط العم أو الخال وهكذا، ممكن أحط أولاد عمي في الرسمة. طبعا باراجراف زي ده سنة رابعة سهل جدا أكتب فيه جمل كتيرة جدا زي ما تعودنا. أول حاجة ممكن أقول I have a big family، I love my family، my grandpa is 65، هنا أنا كتبت سنه. ممكن أقول he is old، my grandma is 60، كلمت برضو عن سن جدتي. طبعا ممكن أقول أوصاف أو she شكلها has, she has white hair، she wears glasses. اي جمل هتبقى صحيحة، مش شرط طبعا الجمل اللي انت شايفها قدامك دي سنة رابعة، ممكن نكتب جمل كتيرة جدا وهتبقى سليمة برضو. اتكلم عن الاب والام، زي مثلا my father is a doctor، he is tall، my mother is a teacher، she has brown hair. ممكن اقول المكان اللي بيشتغلوا فيه، يعني ممكن اقول my father works in a hospital، my mother works in a school. ممكن اوصف شكلهم مثلا، لو بتكلم عن بابايا ممكن اقول he has مثلا black eyes. اقول اخواتي اتكلم عنهم انا عندي كم اخ وكم اخت. طبعا ممكن برضو اقول I have one brother and one sister. ممكن اتكلم مامتي بقى بتدرس ايه، اقول مثلا she teaches English، she is kind. اي اوصاف هتكتبها، اي جمل هتكتبها سليمه جرامر وسبيلنج هتبقى صح. طبعا اللي قدامنا ده مثال بسيط كده للجمل اللي احنا ممكن نكتبها، لكن الباراجراف ده يتكتب فيه حاجات كتير جدا يا سنه رابعه، فنحاول ايه نخلي عندنا حته الفري رايتنج ان احنا نكتب كتابه حره، ما نلتزمش بجمل معينه. اللي عايز يكتب جمله من دماغه اوكي، بس تكون طبعا سليمه في السبيلنج والجرامر. My brother is 18، my sister is 12، I am 10. هنا في الباراجراف اللي قدامي اتكلمنا عن الجد والجده والبيرنتس او الاباء والاخوات. ممكن ازود طبعا اتكلم عن my uncle، my aunt، my cousins. وادي كده مثال بسيط لرسمه بتمثل شجره الايه العيله، وهو بيقول لك هترسم انت صورتك في الايه في المنتصف. طبعا ممكن كمان اكتب، لو هكتب ايه عن عمي ممكن اقول my uncle is an engineer، my aunt is a tour guide، she works in tourism وهكذا. طبعا احنا خدنا كل
الجوبس في الكونكت بتاعنا ممكن نستخدم منها اي حاجه، ما حدش يقول لا هتبقى غلط. الاساينمنت او البرفورمانس الثالثه بيقول لك plants in your home، النباتات في منزلك. You want to grow plants in your garden or balcony، يعني هتتكلم ان انت عايز تزرع نباتات في الحديقه الخاصه بيك او في البلكونه. بيقول لك write about، اكتب عن the plants you want to grow، النباتات اللي انت او النبات اللي انت عايز تزرعه. تاني حاجه why you want to grow it، ليه حابب تزرعه. The life stages of this plant، مراحل النمو بتاعت النبات دي. طبعا واحنا خدنا في المنهج بتاعنا مراحل حياة لنباتين التوميتو بلانت والسانفلاور، فممكن اختار اي واحد فيهم اكتبه. اخر جزء في السؤال بيقول لك draw life stages of the plant you choose، هرسم بشكل مبسط جدا مراحل حياة النبات اللي انا هختاره اكتب عنه. طيب احنا كتبنا قبل كده عن سان فلاور، واحنا النهارده هنتكلم عن حاجه جديده بحيث يبقى فيه تنوع. هنكتب عن التوميتو بلانت، اي وانت تو جرو ا توميتو بلانت. خد بالك من الجرامر، تو جرو، تو وراها انفينيتيف، اي وانت تو جرو ا توميتو بلانت، انا اريد ان ازرع نبات الطماطم ان ماي بالكوني. اي وانت تو جرو ايت تو هاف كلين اير، طبعا احنا بنزرع الشجر في البلكونه ليه؟ علشان نستمتع بهواء نظيف. ممكن اقول I want to grow it because I like tomatoes، لان انا بحب الطماطم. هو بيقول لك اذكر السبب، فممكن تكتب اي سبب مناسب. There are seeds inside the tomatoes، بتوجد بذور داخل الطماطم. هو بيقول لك اكتب عن اللايف ستيجز، هبدا اقول انا بزرعه ازاي. We put the seeds in the soil، هنضع البذور فين؟ في التربه. We water it، بنرويها يوميا. It grows roots under the soil، الجذور بتنمو عندنا فين يا سنة رابعة؟ تحت التربة، تحت سطح التربة. بداية مراحل الحياة الجذور. تاني حاجة It grows a shoot above the soil، بيطلع لي النبتة أو البرام الصغير فوق التربة. بعد كده It grows leaves and flowers، هتبدأ تظهر أوراق الشجر والأزهار، ومع النمو and gets taller، هتصبح إيه؟ أطول. The flowers become tomatoes، وبعد كده الأزهار دي بتصبح نبات الطماطم. ممكن نقول tomatoes are green before they are red، بتبقى خضرة قبل ما تكون حمراء. ممكن في الآخر لو عايزة أختم السايكل أو الستيجز أقول في النهاية it dies، لأن احنا عارفين أن أي كائن حي في النهاية بيموت. يبقى أهم حاجة وانت بتكتب تخلي بالك تتأكد من السبيلنج، تعمل تشيك عليه بعد ما تخلص أن الكلمات اللي انت كاتبها مكتوبة صح، والجرامر او تركيب الجمله. يعني احنا مثلا هنا لما نقول اي يبقى لازم يكون عندي فيرب ايه؟ انفينيتيف. انما هنا لما قلنا ايت حطينا الفيرب ومضاف له ايه؟ اس، لان ده كده البريزنت سيمبل. لو انا قلت وانت يبقى وانت تو، بعدها فيرب ايه؟ انفينيتيف. هنا عندي سنجلر ناون، استخدمنا ضمير حرف النكره قبل الاسم الايه؟ المفرد. هنا it grows roots، هي بتطلع جذور مش جذر واحد، يبقى اكتب roots مش root. يبقى بخلي بالي من الجرامر عشان الدرجات بتاعتي تكون كاملة. ومنساش في النهاية قال لك draw، ارسم، فهنرسم بشكل مبسط جدا للستيجز بتاعت التوميتو بلانت. At the end with my all best wishes to my dear students، goodbye.